شاب اتعرف على فتاة عن طريق الفيسبوك ويقابلها لأول مرة في شقتها ويقيم معها علاقة جنسية كاملة. السلام عليكم. حضراتكم عارفين ان مواقع التواصل الاجتماعي سهلت كتير التعارف بين الأشخاص، وان الشاب ممكن يتعرف على البنت بكل سهولة، ومش بس كده، ان يكون اول تعارف ما بينهم في أوضة نومها زي ما هنشوف حلقتنا النهاردة. علشان كده انا بنبه على كل اب وكل ام انها تاخد بالها من اولادها، وان هما يحكموا الرقابة والسيطرة عليهم علشان ما نلاقيش نفسنا قدام موقف صادم زي اللي هنشوف حلقتنا النهاردة، ويا رب ما يكتبها على حد. موضوع حلقتنا النهاردة بيبتدي من عند ريم، طالبة في ثانوي وعندها 18 سنة ومقيمة في منطقة المرج محافظة القاهرة. وفي يوم ريم وهي قاعدة على الفيسبوك جات لها رسالة من احمد، شاب عنده 22 سنة ومقيم في محافظة القاهرة، بعت لها رسالة وقال لها فيها ان هو عايز يتعرف عليها. فعلا ريم ردت عليه وكانت مرحبة جدا بالتعارف، خصوصا ان هو بعيد عنها وان هو ما يعرفش عنها اي حاجة. ريم قالت لنفسها وايه المشكلة، ايه المشكلة ما اتعرف عليه، ما هو كده كده بعيد عني وكده كده عمره ما هيشوفني، وده الخطأ اللي بيقع فيه اغلب البنات. احمد كان كلامه حلو حبتين، وبدأ يوم ورا التاني يتعرفوا على بعض اكتر، ونشأت بينهم علاقة حب. وبدأ أحمد يطلب من ريم طلبات، اللي هي أنا نفسي أشوف صورتك قوي، طب ما تبعتيلي صورتك وانت في أوضة نومك، ابعتيلي صورتك وانت لبسة لبس النوم. هنا علشان ريم بتحب أحمد بدأت تتجاوب معاه وتبعت له اللي هو نفسه فيه. وفي يوم أحمد طلب منها الطلب، قال لها أنا نفسي أشوفك، وردت عليه ريم قالت له ما ينفعش، وإزاي هعرف أشوفك، إحنا في أجازة ومفيش دراسة علشان حضراتكم عارفين موضوع كورونا، وبالليل انا بنزل دروسي ودروسي في المنطقة، فازاي انا هقدر اشوفك؟ هنا احمد قاعد يفكر وقال لها بقولك ايه، طب ما باباك ومامتك بيروحوا الشغل الصبح وانت بتبقى قاعدة لوحدك، ايه رأيك لما اجي اشوفك في شقتك؟ هنا ريم ترددت لحظة وبعد كده وافقت، خصوصا ان احمد اقنعها ان هو هيقعد معاها 5 دقايق وهينزل بسرعة، وخلاص اتفقوا على الميعاد. واحمد الصبح راح لها لحد البيت بعد ما اتاكد ان باباها ومامتها مشيوا. احمد دخل الشقه وقعد معاها في الصاله وبداوا يكلموا بعض، وقال لها بقول لك ايه، انا نفسي اشوف اوضه نومك قوي، نفسي اشوف في الاوضه اللي انت بتنامي فيها. طبعا وافقت ريم واخدته وقالت له انا هفرجها على اوضه النوم، ودخلوا مع بعض اوضه النوم، واحمد قعد على سريرها وقال لها بقول لك ايه، ما تيجي تقعدي جنبي على السرير. وفعلا ريم قعدت جنبه على السرير، واحمد سمعها كلام حلو، وفي كلمة والتانية لقوا نفسهم في حضن بعض وأقاموا مع بعض علاقة جنسية كاملة، والوقت أخدهم. وبعد فترة ريم حست إن باب الشقة بيتفتح، وقالت في نفسها يا ترى مين اللي جاي بدري. والدتها كانت على الباب وكانت بتفتح الشقة، وأول ما دخلت الشقة حست إن في الصالة حاجة مش مظبوطة، بدأت تنده على ريم. ريم كانت عاملة حسابها وقفل باب أوضتها بالمفتاح، ولما فتحت باب الأوضة والدتها شافتها حست إن ريم مش مظبوطة، قالت لها في إيه يا ريم؟ أنت مالك؟ لكن ريم كل والدتها ما تسألها وتقول لها مالك، الرد الطبيعي بتاعها تقول لها ماما مفيش حاجة. والدتها حست إن في حاجة مش مظبوطة، دخلت أوضتها وبدأت تدور ولقت في حاجات مش مظبوطة على السرير، من هنا قلبها شك إن في حاجة مش مظبوطة. بتدور في الدولاب لقت أحمد مستخبي في الدولاب، وبحكمة الأم تمسكت نفسها وقالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ وهنا والدة ريم راحت مطلع الموبايل وراحت مصوراه، وراحت متصلة باباها وحكيت له على كل اللي حصل. والدها راح جاي واخد احمد وطلع بيه على اسم الشرطة. هنا والدة ريم قابلت ضابط المباحث وقالت له انت الوحيد اللي تعرف تجيب لي حق، وبدأت تحكي له كل التفاصيل. هنا ضابط المباحث اخذ اقوال احمد وبدأ احمد يحكي له الحكاية من اولها، وراح شارط عليه ان هو يتجوزها، لكن احمد رد على ضابط المباحث وقال له مستحيل ان انا اتجوزها، اللي عملت معايا دلوقتي ممكن تعمله مع اي حد بعدين. هنا كان ضابط المباحث امر بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق. شوفوا حضراتكم وسائل التواصل الاجتماعي وصلتنا لفين، ممكن البنت تقبل طلب صداقه ويكون الموضوع بسيط، لكن الموضوع ممكن يكبر منها ومتعرفش تسيطر عليه. من هنا انا بناشد كل اب وكل ام انها تاخد بالها من اولادها، وان هي تحكم الرقابه والسيطره عليهم. لحد هنا وحلقتنا انتهت، اتمنى تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه. السلام عليكم.